ريتشارد كوكلينسكي ولد في جيرزي سيتي بولاية نيو جيرزي الأمريكية. مر بطفولة صعبة تعرض خلالها للضرب والتأديب والاعتداء الجسدي من والديه، ثم عندما وصل إلى سن 14 عاما نصب مع رفاقه كمينا لفتوة الحي وقتلوه. ثم بدأ كوكلينسكي في الحصول على سمعة سيئة وأصبح أحد المطاردين من قبل الشرطة، كما أصبح القاتل رقم 1 في أمريكا بعدما قتل أكثر من 200 شخص في حياته. وقد اعتقل في عام 1986 وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة القتل، وتوفي في جناح أمن في مركز القديس فرانسيس الطبي في ترينتون نيو جيرزي. فريدريتش ليباتشي ولد في مدينة زوغ في سويسرا في عام 1944، وقد عاش طفولة تعيسة، وعندما كبر لم يجد عملا وأصابه إحباط شديد بعد عدد من الزيجات الفاشلة، كما أدين في عدد من القضايا بسبب أعمال فاحشة مع الأطفال، وإثر ذلك قضى سنوات في السجن. وعندما خرج من السجن وفي يوم 27 من سبتمبر من سنة 2001 دخل برلمان زوغ متنكرا في زي ضابط شرطة مسلحا بمسدس وبندقية، وبدأ في إطلاق النار عشوائيا على عدد من السياسيين والصحفيين، مما أسفر عن مقتل 14 عضوا في البرلمان وإصابة 18 آخرين ثم انتحر. وقد مثلت هذه الواقعة صدمة، حيث أنه الهجوم الأول من نوعه في سويسرا. هارولد تشيبمان كان طبيبا بريطانيا ممارسا، تخرج من مدرسة ليدز للطب في عام 1970، وقد ارتكب ما مجموعه 218 جريمة قتل. ففي مارس من عام 1998 أعرب عدد من زملائه في العمل عن مخاوفهم بشأن ارتفاع معدل الوفيات بين مرضى تشيبمان، وفتحت الشرطة تحقيقا فعرفت أنه قتل مرضاه بجرعات زائدة من المخدرات. وقد تم اكتشاف أن أكثر من 80% من ضحاياه كانوا من المسنين، وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة لكنه شنق نفسه في 2004. جيرارد جون جايفر ولد في أتلانتا وانتقل مع أسرته لولاية فلوريدا. عندما كان طفلا كان يعاني من هواجس جنسية غريبة، كما كان يحب قتل الحيوانات. وقد كان ذكيا جدا، حيث كان يصل ذكاؤه إلى معدل 130 في عام 1960. وعندما شب شايفر أصبح ضابط شرطة في ولاية فلوريدا، وكان قد ارتكب أكثر من 30 حادث تحرش جنسي بسيدات وفتيات صغيرات. وفي شهر يوليو عام 1972 خطف شايفر فتاتين في سن المراهقة واقتاداهما إلى غابة نائية كي يتحرش بهن، لكنه تلقى إشارة عمل فذهب سريعا. فتوجهت الفتاتان إلى مخفر الشرطة المحلي وأبلغتا عنه، وبعد التحقيقات أدين بالخطف وألقي به في السجن لمدة سنة واحدة. وبعد خروجه قام بقتل الفتاتين فأدانته المحكمة بالقتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. جيمي مودي كان أحد الرجال الأكثر رعبا في العالم خلال السنوات 100 الماضية، وكان المهاجم رقم 1 في عالم الجريمة المنظمة لفترة طويلة. وقد أسس في شبابه عصابة المنشار التي أصبحت واحدة من أشهر الجماعات المسلحة في العالم. وبعد فترتين في السجن قرر مودي أن يصبح عضوا في الجيش الجمهوري الإيرلندي، وسرعان ما أصبح القاتل السري للجيش. وقد وضعت حكومة مارغريت تاتشر فرقة كاملة من أجل قتله، وبالفعل قتل جيمي موديز في مارس من عام 1997 في فندق رويال في هانكني شرق لندن من قبل مهاجم مجهول. سيمو هايها كان جنديا فنلنديا وقناصا خلال حرب الشتاء من عام 1939، عندما غزت قوات الاتحاد السوفيتي فنلندا. فقد استخدم هايها سلاحه ومنظاره في قتل أزيد من 500 شخص. حاولت الحكومة السوفيتية التخلص منه وأمرت مكافحة القناصة والقذف المدفعي بقتله. وفي عام 1940 تم إطلاق النار عليه في الفك وأصيب بجروح بالغة أثناء القتال،
إلا أنه تمت ترقيته بسرعة إلى ملازم ثان وعاش حتى سن 97. سيونغ هوي تشو ولد في سيول كوريا الجنوبية وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان عمره 8 سنوات. كان هادئا للغاية وقال الأطباء إنه يعاني من مرض عقلي، فوضع في مدرسة ثانوية للتربية الخاصة تحت تصنيف مضطرب عاطفيا. وفي حوالي الساعة 7:15 من صباح يوم 16 أبريل من سنة 2007 قتل طالبين في ويست أمبلر وذهب إلى حرم جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا وبدأ في إطلاق النار على الطلاب والمدرسين، فقتل 30 شخصا وجرح 25 آخرين. توماس هاملتون ولد في غلاسكو اسكتلندا عام 1952 وكان في طفولته هادئا غريب الأطوار. وفي 13 مارس من عام 1996 دخل مدرسة دابلين الابتدائية وقتل 16 طالبا ومدرس بواسطة مسدس، ثم توجه إلى مدرسة هاملتون ودخل إلى صالة الألعاب الرياضية وفتح النار على مجموعة من الأطفال الصغار، ثم ذهب إلى الملعب حيث أطلق بعض الطلقات العشوائية ثم انتحر. ويليام كالي ولد في ميامي فلوريدا وكانت طفولته طبيعية حيث أنه التحق بالجيش برتبة ملازم ثاني في عام 1967. وخلال حرب فيتنام نفذت قوات الجيش الأمريكية تحت قيادته مذبحة ماي لاي في فيتنام الجنوبية حيث قتل أكثر من 500 مواطن آزر، وكانت الغالبية نساء وأطفال ومسنين، وقد كان دائم الاعتداء على المواطنين سواء جنسيا أو بالضرب والتعذيب. وقد أدين كالي في قضايا حرب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. جون آلين ولد في نيو أورليانز لويزيانا والتحق بجهاز الحرس الوطني في سن مبكرة، ثم أصبح جزءا من الجيش الأمريكي وتدرب بشكل صريح كميكانيكي وسائق شاحنة. خرج من الجيش في عام 1994 وتحول إلى حياة الجريمة وتزوير بطاقات الائتمان ووثائق الهجرة، ثم بدأ في أعمال البلطجة والقتل. وخلال أحد العمليات قتل 11 شخصا وأصاب 3 آخرين.